طيب إذا هذا مثال 1.6 example 1.6 example 1.6 معطيني 5 بتساوي 0.05 اللي هي 5 max هذه sin 377 من وين اجت؟ من frequency اللي هي 60 60 هرتز تحولت ل 377 ايش الوحدة؟ radians per second مضروبة في t والوحدة هون هلا السؤال اللي سأله بالكتاب بقول انه اذا كان الفلكس اتجاهه اظن بالكتاب هيك مش هيك حاطه اتجاه الفلكس هيك مزبوط؟ لا صحيح الفلكس اتجاهه بهذا الاتجاه السؤال اللي بيسأله الكتاب قديش قيمة الفولتج اللي بنشع عندي اللي هو الـ EMF وقديش وايش البولاريتي تبعته ايش راح يتكون راح يكون بوزيتيف او نيجاتيف هو AC بس لازم احدد البولاريتي تبعته اذا اول شيء عندي الفولتج EMF بيساوي ايش قلنا راح ناخذ راح نشتق ونضرب بعدد اللفات قديش كان عدد اللفات انا بس ما قدرت اشعل 100 لفات قديش 100 اذا عندي هون N بتساوي 100 اذا EMF شو راح يساوي N في d5 على dt عندي ماينس هلا راح ناخذ الماينس كمان شوي لما نيجي على اللينزز لو بس لو بدي اطلع هلا بس ماجنتيود N في d5 على dt بتساوي 100 لفه بعدين عندي 0.05 كوساين 377 تي بس بضرب كمان في 377 هلا اضرب لنا هون 100 بضرب 100 0.05 377 قديش تطلع بالكتاب؟ 1880 85 85 ساين الكوساين او هي الكوساين كوساين 377 تي او ممكن نحطها زي ما عاملها بالكتاب 1855 ساين في بينهم 90 درجة راح تكون ساين 377 تي زائد 90 لأنه الكوساين leading is sine by 90 degrees إذا هذا هون وهذا إيش وحدتها؟ فولتس هلا بسألكم سؤال سريع ال 1885 شو بتمثل بالنسبة للأوتبوت؟ في ماكس أحسنت ممتاز في ماكس اللي هي البيك تبع هاي مش الـ RMS البيك تبع هاي النقطة شو العلاقة بالساينوسويدال سيجنال بين البيك والـ RMS؟ اللي هي جذر الاثنين جذر الاثنين إذا هاي اللي رح تمثل الـ في ماكس هي 1885 فولت الـ في RMS شو رح تساوي؟ رح تساوي 1885 على جذر الاثنين اللي بيطلع رقم أصغر واضح الكل بيعرف الفرق بين الـ RMS والـ peak ضل عندنا هلا نطلع على الفولتج هلا بدنا نشوف شو الفرق نعم الفرق بين الـ RMS والفولتج خلينا نشرحه بعدين خلينا هلا برجع إذا عندي هون خلينا نطلع على اللي بيصير عندي هلا من هون هلا هون الفلكس موجود بهذا الاتجاه خليني افترض انه عماله بزيد اذا هو بزيد اتجاه الكرنت ايش راح يكون بحيث انه ايش يعمل؟ يعكس فلو هو كان انكريسنج بهذا الشكل راح يتكون الفلكس كرنت بحيث انه يعكسه بهذا الاتجاه اذا الكرنت وين لازم يمشي عندي؟ بهذا الاتجاه هيك بهذا الاتجاه هيك اذا لازم البولاريتي تكون معكوسه هلا هي راح تكون معكوسه عن هذا لانه احنا حركناها من هاي الجهه لهاي الجهه بس هذه هيك صحيح ماشي واضح اذا هاي البولاريتي تبعت الفولتج راح تتكون عندي هو اي سي بس له بولاريتي حتى لما اقول انه اي سي هو له بولاريتي بهذا الاتجاه اللي فرجيناه